صباح الخير. بعيد الأضحى المبارك، منعتذر عن تقبل التهانة بالعيد. وكيف ممكن للوطن المجروح بغياب أبنائه العسكريين أنه يحتفل بهالمناسبة؟ وبتبقى الفرحة مؤجلة لحين عودة أسرى المؤسسة الأبطال إلى حضن أهاليهم والوطن. أمام مشهد الشردمة والدم والقتل باسم الدين، ترتفع صلوات عيد الأضحى على نية لبنان والعالم العربي من أجل الوحدة بمواجهة الإرهاب والتطرف. ومع كل عيد غصة ووقف التأمل بكل يلي صار وعم بيصير، ورغم كل الألام منسرق من عيون الأطفال فرحة صغيرة حتى نغطي أحزاننا الكبيرة. نحن فإذن نتوجه بالمعايدة للجميع بمناسبة عيد الأضحى. كنت بتمنى في الأروى كبير المسحة هي. زياد الرحباني ما كان يوما هادئ، مواقفه السياسية فتحت جدل بالوسط الثقافي والإعلامي والسياسي بالبلد، من اليسار والنضال الشيوعي والفكر الثائر لموقفه اليمين المستسلم الداعم لحزب الله والمناهض للثورة السورية. لا تنطرح علامات استفهام كبيرة حول زياد الرحباني العبقري والمشاكس. بمقابلة مع زميلتنا باميلا نبهان على هامش الحفل الموسيقي اللي قدمه بالمركز الثقافي الروسي بعنوان 59 بزيادة، وضع زياد الرحباني النقاط المبهمة على الحروف. منتابع التقرير ومن بعده اتصال مباشر مع الفنان زياد الرحباني. كل إطلالة إلو بتصير بلبلة كبيرة وضجة بالبلد. اللي بينتقدوه أكتر من يلي بيمدحوه. شخصية خلقت جدل بالبلد. كل حفلة إلو تنبع كل تذكرة بلحظة الإعلان عنها. إشاعات عديدة وأقاويل عديدة بتدور حول شخصية زياد الرحباني الغامضة، وآخرها كانت عن إلغاء حفلة إهدن لأسباب صحية، فكانت النتيجة تكذيب بعض وسائل إعلام الخبر والتشكيك بمصداقيته. هي بلشت بدعسة ناقصة انه التغت اهدين بسبب انه صار معي حادثة بالايد، يعني انه واحد اذا جرب يعطي امل انه ما يلغي حفلة بيروت كمان اللي كان في فرق جمعة انه بركي بتتحسن الايد. طلع له واحد بحبه لدرجة انه عم يشكك انه لو مزبوط بيلغي الكل، يعني انا ما لغينا الكل بحفلة يعني طبعا الاضرار اللي كانت بانك تلغي 3000 شخص كان في بهدين لانه بعاد شوي عن جو بيروت كانوا، بس من بعد اسبوع كمان انتقل الجو الرديء لعندهم فلغيوا حفلات لانه بلشت نحن عم نعمل ليله بيروت، يعني في جزء من القاطعين ببيروت ما اجوا لانه انضرب على الجيش بطرابلس تحديدا، فكان في ما كانت كامله ببيروت، يعني المنتج قال لي انقطع 1500 واحد، السنه الماضيه كانوا 2900 واحد. من بعد جولة طويلة أقام زياد الرحباني بكافة المناطق اللبنانية، كان هالمرة اللقاء بالمركز الثقافي الروسي، ولقائنا معه كان فرصة لزياد الرحباني يلي مثل عادته ما بيجاوب على الأسئلة اللي بتنطرح عليه أنه يوصل رسالته، رسالة واضحة صريحة ومباشرة. نكيب اللي صار معنا بآخر حفلة بالنقورة، اللي صار بالنقورة رح أخبرك جزء منه تقني أنت بتعرفي بالفيسبوك وكل العالم صارت تعرف بالوسائل الاتصال. فإسرائيل قبل يومين الطيران هذا دايم هناك، شافوا ناس عم يبنوا مسرح بلشوا يطلعوا يصوروا أنه شو بده يصير هون، انه بنى المسرح بمحل اسمه تيروس مجمع اسمه له شي سنه ونص بالنقورة، بيضلوا بالجو هني بس ركزوا انه شو هذا المسرح اللي عم يتركب وكبير قياسه. فطبعا ركزوا ولاد الكنا هونيك وحكينا حكي لازم عن اسرائيل وضروري يعني انه مش بس حزب الله بيقولوا، وحكينا حسن نصر الله بطريقه انه في غيرك هون بلش، انه ليه منكورين هالناس؟ لا امتى بدك تنكرهم؟ فبكره اخر شيء بس يصير اي حل
انتوا شغلكم شغل، يعني هذه صور نموذج كيف عايشة صور ناس عادي سهرانة عم تشرب عم تسمع موسيقى ومؤمنة بالمقاومة انه يعني ما بيضربوا بعضهم، انتوا شو رح تعملوا بعدين؟ فعلى القليلة يعني اعترفوا انه كان في احزاب قبلكم عملت شيء، فجرت اذاعة لحد بدون ما تساعدها لايران، بدون ولا سلاح بدون ولا صاروخ، يعني ناس فاتوا على قوصوا على شو اسمه يعني صهب شارة، وذاك ميشيل صليبة اسمه وشاب من بيروت فجروا إذاعة لحد هول بدون ولا نقلة، يعني ما كان يجيب لهم جورج حاوي شيء، يعني لبل انه ما قدروا بقى يكفوا لعيالهم كشهداء يدفعوا لهم بنص التسعينات، هول الحزب الشيوعي وحزب قومي هول اللي اختفوا من الصورة بعدين. وقد بدنا نضل نقول حزب الله هم الغالبون؟ لا مش واحد من الغالبون، يعني انا بلشت كواحد فنان او موسيقي اخسر ناس من وراء الوقوف مع حزب الله على شو ما عمل، ما فيني اوقف شو ما عمل، يعني رايه يعني صورته للمجتمع حزب الله بالمستقبل الجنوبي تحديدا اكيد ما بيقدر ينقله لمحل، الجنوبي مش قادر يقبل بصور هو، يعني صيغه صور كعلاقه لازم حزب الله يلاقي لها طريقه، لازم يحكي مع الباقيين. زياد الرحباني من بعد ما قدم تحف فني للناس ومن بعد ما أسس الموسيقى الراقية وحمل الأغنية اللبنانية إلى العالمية، عاتب اليوم على الناس وعلى البلد. زياد الفنان الصادق والصريح مثل ما بيقول قرر يغادرنا اليوم من جديد، وإلى أنه نرجع نلتقي فيك من جديد رح نشتاق لك. أنه علاقتي بالعالم منيحة من ورا شو؟ بس شغلي أنه بيصدقوني، ففي ناس مش عاجبتهم لا بالمصاري بمشي ولا بالاغراءات بمشي ولا اذا واحد سحب علي فرض مثل شو اسمه انه بيعه وماشي. طب في منه نور؟ في منه شيء بيعطيني نتيجه؟ في شيء بيخلص بالكركون؟ انه مكاين مكفين بهالكميون اللي بقي لنا قبل ما نفل انا فيري على فكره. لوين؟ عروسية. لا باخر الشهر. تعودنا عليك شنو؟ بصير نجي مع بنجي مع اللبنانيه على المناسبات، يعني على راس السنه بنجي بنغلي الاسعار وبنروح. انبسطنا انك رجعت من ابو ظبي. طيب بنبعث وراكم عروسيه، ما في بتعرفي راسلي انت. انا اصلي روسي. عم تحكي جنب؟ يعني زياد الرحباني ما بيمرق مرور الكرام. صباح الخير. اهلا، كيفك؟ كيف احوالك؟ عروسيه فرد مره؟ والله هن اللي التفتوا بشكل واضح في وهن اللي قدروا شوي انه. بس اذا انت فيلم شو خليت لغير عالم؟ لا مش وحده بس انا، لانه يمكن العالم هلا عم تتعاطى بشيء لانه عم نعمل حفلات وكذا، ف يعني خاضع للاعلام، بس في عالم وقف فوق بعضها على السفرات على الهجرة. مزبوط، معك حق. طيب بعيدا عن هالخبر، فجرت مواقف جديدة مؤخرا بالفترة الأخيرة، شو حابب توصل من هالمواقف؟ هذه مش جديدة صراحة، يعني هذه منحكيه على تلفزيون المنار بال2009 بمقابلة، يمكن في شيء بالبلد انه حتى الفرقاء اللي بتسميهم متعادين بالسياسة اوقات ما بيسمعوا بعضهم مزبوط، مثل ما وقت يحكوا بالمجلس بيلخصوا اوقات بيحكوا فوق بعض، يعني بالاعلام مش عم بيرصدوا بعض مزبوط شو عم بيصير. يعني انا بستغرب يعني انه في اكيد من تلفزيون المستقبل صرنا من سنه يمكن سوا بالبيت، حضرتوا مقابله انه ما صدق انه هي طلعت على الهواء، يعني المقابله صارت بتلفزيون قالوا هذا طلع على الهواء، قلت لهم ايه، فاستغربت انه كيف ما بيرصدون للجميع شو عم بيقولوا او مين عم بيستقبلوا او شو عم يحكوا. ايه بس ما كانت بهالوضوح مواقفك زياد. ما كانت، لانه عم بقلك ما حدا حضرها. ما انا بقلك شغلي، انا مثلا بدي احكي بصراحه ما هيك؟ نعم. يعني انا كنت بساكن بمنطقه بمحيط الحمراء، بدي اروح من الحمراء لاقدر احضرها على التلفزيون. نعم. لانه يعني المحل طلعت يطنا
معروف مين بيعطي الحمراء يعني، ما بدنا نسمي هلا كمان يعني. زياد البعض اعتبر انه هي محاوله منك لاسترجاع الجمهور يلي خسرته بسبب موقفك الداعم لحزب الله، وقطعوا المصاري عنك. قطع المصاري؟ هيك البعض عم بيقول يعني. طيب هولي اكيد العالم مثل ما قال جورج بوش كثير مزبوط، العالم مقسوم. في ناس معك في ناس ضدك، يعني في واحد بتقولي انه صار علينا تشويش بحفله صوروها 500 واحد مينيموم وبعتوها على الفيسبوك بنفس الليله، هول اللي بنعرفهم انه لانهم من شباب اليسار مينيموم، ما بدي اقول كلهم بالحزب الشيوعي تحديدا، كانوا سهرانين يبعتوا على الحفله على الفيسبوك بسبب شو قال فيها حكي يعني. اوكي. ايه في ناس كتبوها بالاعلام انه حزب الله هو تشوش، نحن قلنا فزعنا والتدابير اللي فريق فهمها اللي هو السفاره الروسيه يعني، قال هذا شيء ما بيقدروا يعملوه لا حزب الله ولا جيش لبناني، مع انه هو الجماعه اللي هي لهم علاقه بشكل غير مباشر بتسليح حزب الله. نعم. يعني مش عبرهم هن مباشر بس انه، والامريكان بيعرفوا كل اجهزه الاستخبارات بتعرف انه مين هذه الانفاق بغزه مين بيعملها، خلينا نضحك على بعض يعني مدينه تحت مدينه انه. نعم. زياد مثل ما الامريكان عم بيساعدوا اسرائيل، في حدا عم بيساعد بشكل غير مباشر ايران، وايران عم بتساعد حزب الله يعني. كيف ممكن للشيوعي العتيق واليساري يعني يقبل؟ بس انه الاول ردات فعل انه كاتبين انه حزب الله هو شوش علينا، طب حزب الله امبارح عرف انه عملنا حفله بالمقوره. طيب بس خلينا اقطع السؤال. قال لي بالعلامه كنا بعثنا حدا يصوركم انكم هنيك، ما هي شغله حزب الله بيشجعها مثل ما نحن بنعتبر انه وقفنا معه بعده مواقف، كان بعد حدا يصور وينقل الحفله. طيب كيف ممكن للشيوعي العتيق واليساري انه يقبل بحزب طائفي ولو رفع سلاح المقاومه، مع العلم انه هالسلاح كان اقصائي لفتره طويله؟ بالضبط، ما هذا شيء عم بينطرح يعني، انه لانه كان في شيء مفروض يكون موجود وهو ناقص بكل هالبحث اسمه الحزب الشيوعي اللبناني، هو مفروض يتعاطى مش افراد بحل القصه يعني، مش انا في غير مسار حزب الله بجنوب ولا 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 بحلم، بس انه هذا مفروض يعملوا حزب طويل عريض اسمه الحزب الشيوعي اللبناني، في نصه راح على حزب الله يعني. اللي ما راحوا على الامارات راحوا على حزب الله، ليش منين المقاتلين بحزب الله؟ مش ولاد الجنوب؟ طب ليش اليوم للحظه الجنوبيين من منين طلعوا هالناس كلهم؟ ولاد الجنوب في ناس كانوا بالجيش تركوا، في ناس مثل بكل الاحزاب، ليش مين درب القوات اللبنانيه اول فتره؟ ناس من الجيش كانوا من طائفه مع يعني طلعوا ودربوا وعملوا، في ناس بعتوهم على الاردن، وفي ناس يعني مين بس ليش لليوم لحتى لاحظت انه حزب تلفزيون لبنان بين مين ومين منقسم بالحرب؟ بين الفريقين. زياد ليش لليوم لاحظت انه حزب الله ما بيملك مشروع ولا مناخ اجتماعي بالجنوب؟ ايه حقيقه، وهذا انبحثت معهم يعني، لانه هن مش ايديولوجيا، ما عندهم ايديولوجيا، هن مختصرين بمفهوم الله نفسه، ما اسم الحزب بيقول لك حزب الله يعني. ونقطة على السطر بقى، اساسا بعد الله ما فيك تزيد شيء، مش مدعيين انه عندهم ايديولوجيا، وحتى المؤسسات اللي عم يعملوها مبنيه على المساعدات تماما، مثل الناس اللي ساعدهم الله يرحمه رفيق الحريري وعلمهم وهاجروا وراحوا كلهم يعني. انا بتذكر المساعدات بالثمانينات كانت توصل لكل بيت بالمنطقه الغربيه. انه هذا ما كان غلط بوقتها يعني، بس انه نحن لبنان كان هون او هون على يعني بلد على المساعدات ونهايته يحن اللبنانيين رايحين جايين. طيب هل مرحلة إعادة النظر بتشمل أيضا موقفك من سوريا؟ وخليني أرجع شوي لسبعة أيار يلي كمان ما قلنا عليها بسوريا. سوريا بتدبر حالها تصفي. بلا بس حزب الله المهم سوريا ما تعمل مشاكل على الأراضي اللبنانية يعني، بس ما تعمل سلاح حزب الله هلأ موجود بسوريا. هاي من سياسة حزب الله اللي أنا ما بقدر دافع عنها، ما بفوت فيها أساسا، ما شغلتي يعني، عرفتي يعني، يمكن غلطانين يمكن معهم حق، بس ولا مرة شجعت هالشيء أنا. وسبعة أيار وأنا وقفت الكتابة بالجريدة بسبعة أيار تحديدا، سبقتيني سبعة أشهر، ما حدا سألني ليه، ما حدا سألك ليش أبدا ولا أنت عبرت عن موقفك؟ لا مش ضروري شو أنا يعني، بس ليش هالصمت؟ ليش بدي اطلع انا صرح يعني انه ليه موقف اذا ما حدا خطر له يسالني يعني؟ لا بس انت بينك وبين حالك ليش وقفت؟ ليش اخذت هذا القرار؟ لانه كان في موقف من اللي صار ببيروت. لاني انا كنت موجود بمحل تقوص عليه يعني، عم نحكي مع ناس عم نقول لهم هول بالحي عنا كان في مركز للمستقبل. نعم. ايه طلعنا النسوان عم بيصرخوا على بالبيوت لانه ناس عم بتقوص على باب
حديد مش عارف انه الرصاص بيرجع لهم لانه اولاد يعني. عم نقول لهم يا شباب يا رفاق اللي فوزوا لجوا وفع ضرب اجى بالشباك يعني. هذا اكيد منه من اللي بنعرفه انه احنا كانوا ينزلوا. طيب زياد انت حدا بينترك العالم تتعبر عن مواقفك، بوقتها ما كان لازم برايك تطل وتعبر عن موقفك؟ انا اخذت معي جمعتين لاني مشترك بالكيبل فيجن لا اعرف انه الاخبار اللي ما عم تجيني صار يضحك اللي مركب لي قال لي ما قطشوهن مع الكابل تبع الفيوتشر اللي بدك يجيك كيبل فيجن كمان. طيب بس كان فيك تعبر بحياتك قال لي ما قصوهن قصوهن هل تاخذوا انت من عبر طقوش هذا جاي من القناه اللي قصوه اللي فاتوا قوميين شي يقولوا قوميين شي يقولوا حركه امل شي يقولوا ولاد طرقات معهم رشاشات فعلا اللي شفتهم تحت البيت مش منتظمين بشيء. يعني عم بقول له يا شباب انه ما تقوصوا فالين هول من يومين فضوا المركز وعم يقوص على الباب وعم بيفك الكلاشن كل الليل عم بده يشوف كيف بينفك الكلاشن. نعم يعني بعد الاصابه عندي بالصالون مطرح ما كنت. نعم ايه ما لاحظت انه الحزب نقل مفهوم الثوره والمجتمع الجنوبي تحديدا لمجتمع ديني طائفي؟ طب نحن شو اللي عم ينطرح اليوم؟ اكيد لو واحد ما ملاحظ في بعض الاشياء بس اشياء مطروحه للبحث مش للقتال يعني انه بدك تسلح الاحزاب الباقي وتعلق اي حزب الله صعب شوي كمان انه مش مطلوبي كمان. بده حزب الله هو ياخذ ويعطي مع الاحزاب الباقيه. نعم بس كمان الباقيين لازم يكونوا عم يسمعوا وين صار الحزب. عم بيسمعوا برايك؟ مش عم بيسمعوا بعضهم انا برايي انه يعني مش عم يعني هول الاطراف اللي اليوم لا بشكل حكومي لا انتخابات ولا شيء مش عم يسمعوا بعضهم. مزبوط. طيب بحسب بدك تقول شيء قبل ما نختم لانه انا عندي شيء اقول لك اياه. يعني انا مثلا يمكن انت تتفاجئ لي فتره طويله طالب اجتماع كشخص عايش بهالمنطقه من السيد سعد الحريري الرئيس سعد الحريري. من مين بس اقول له الصوره شو بيعملوا جماعه المستقبل بالحي عنا بغيبته باسم تيار المستقبل وانا اكيد انه ما راح يصدق. ما راح يصدق انه شو بينعمل تحت اسم. هلا الرساله راح توصل من خلال اخبار الصباح زياد ان شاء الله. هلا ايمتى مسافر على روسيا؟ عندنا حفلتين بصيدا بالتسعة وعشرة وبعدهم حفلتين لغزة عاملين هادينهم لغزة يعني. رح نغني فيهم غنيتين جداد واحدة عن طيب. الجنوب وواحدة عن ولما ترجع من روسيا نوعد حالنا انه رح نستقبلك بحلقة بأخبار صباح أكيد هيدا وعد؟ وعد وأنا فهمت من منى سعيدون اللي بتحضر هالبرنامج انه يمكن قبل حتى تعمل شيء يعني ايه في أمل بتمنى. طيب شكرا لك زياد الرحباني موفق نحن بانتظار كل حفلاتك واكيد روحتك ورجعتك من روسيا يعطيك الف عافيه. في ضحكهم انه تحكوا الاشخاص مباشر مش بس شو بينقال عنهم يعني. اهلا وسهلا فيك بيسعدنا دائما. بتحضرنا زياد؟ انتو تحديدا ايه. اوكي كثير منيح شكرا يلا موفق الى اللقاء. نحن رح توقف مع بريك نرجع نتابع اخبار الصباح. مرحبا بضيفتنا لليوم مها نعمان الحلبي مسؤولة قسم النشاطات بجمعية الإرشاد والصل الإصلاح. صباح الخير مها. ينعاد عليك بمناسبة عيد الأضحى. انت بألف خير وانت بألف خير. شكرا. نحن محضرين تقرير رح نتابعه سوا اكيد ونتابع حديثنا معك وبظل كل التوترات الامنيه يلي عم نشهدها مؤخرا حلت فرصه عيد الاضحى على اللبنانيين ليعودوا ويتنفسوا الصعداء ولو لايام قليله بعيدا عن الهموم المعيشيه، فالجو السيد بالبلد هو سيد الموقف وحال الاسواق ما بيختلف عن الوضع بالبلد، ورغم غياب الحركه السياحيه بمعظم المناطق اللبنانيه الا انه شارع الحمراء بيبقى مركز استقطاب لكتار من المغتربين والاشقاء العرب يلي بقي شعارهم بنحب لبنان مثل ما هو. تقرير لزميلتنا رولا امين الدين بنشوف فيه اجواء الاسواق بمناسبه الاضحى وبنرجع نكفي حديثنا معك. اشغال ما في، مدارس ما حدا قادر يدفع مصاري للمدارس، كتب قرطاسيه، كيف بده يعيد الواحد؟ بفضل يدفع قسط للمدرسه افضل ما تجيب الثياب للعيد. هو عم بناء هاتوا طفران عشان هيك عم بناء. انا جزداني مالي في عجا كتير بس نحن اللبنانيين بنضلنا بيقول ما في عجا وما في شغل، في عجا كتير في شغل كتير الحمد لله.
هالشارع اللي بتاريخه ما بيعرف ينبض إلا بالحركة والحياة أصبحت زيارته بفترة الأعياد مهمة صعبة، فالدخول بالسيارة عملية بتاخدك ساعات بسبب زحمة السير وعجقة الناس اللي وجدوا فيه بفترة عيد الأضحى مكان مناسب للتسوق. فاتجهنا إلى شارع الحمرة لرصد الحركة بموسم العيد، والصورة خير معبر عن النتيجة. بلش نعمل المعمول ومنحضر تياب العيد، هيدي أهم شيء، ننزل على السوق ونتسوق، يعني الله يعيده على الجميع بالخير والعافية، بنعاد عليكم جميعا. كل العرب يعني موجودين، خليجيين ولبنانيين وعراقيين، كل الدول العربية موجودين حقيقة وفي أمان. يعني الوضع مو مثل ما خبرونا انه لا تظهروا هون لا تمشوا هون، في كله ما في، كله حلو لقيناه. بالعراق كان يقولون لبنان كلش غاليه بخوفونا، يعني جينا هنا الاسعار عاديه مثل العراق ومثل باقي الدول. بس في محلات ماركت اكيد غاليه، بس المحلات العاديه رخيصه. جبت بلوزتين احنا بعدنا بالورقه، وهيدي بلوزي لالي وبلوزي لالا ثلاثه. والله أنا اشتريت مطرابلس، بس عم شوف هون كأنه الموديلات أحلى هون. يعني ماشي الحال، بدنا سيئة الغريب ترجع على لبنان، سيئة الغريب بعد شوي مزعزعة. مع كل هالحركة والعجقة، إلا أنه النق على الأوضاع من قبل بعض المواطنين أمر لابد منه. يعني ما في هم أنه راكب على، إذا ما هو عنده مصيبة في غيره عنده مصيبة بفكر فيها، بشوفها كل يوم بالأخبار مخطوفين وعالم كذا. يعني محلاتنا عم تستفتح، عالم عم تشتغل، يعني من الوضع البلد، يعني ما شاء الله السواح عم تهرب من البلد. يعني ما جبنا شيء، ما اوضاع البلد كثير تعبانه، وعم نحاول انه نشوف لهم شيء هلا على عد اللي بالجيب. يعني تعال بابا على طول عاملين تنزيلات، مش جديد يعني، بس الوضع كثير سيء. يعني البلد بده يفرح، يعني بدك تجيبي له تياب، بدك تجيبي له العاب، بده يحس انه والله في عيد. يبدو أن الثقة بلبنان كبيرة، وإن اشتدت الظروف وساءت الأوضاع، فلبنان مع عيد الأضحى استطاع أنه يكون نقطة جاذبة للغربية اللي حجزوا إلى لبنان لتمضية العيد، فينعاد على لبنان بالخير والصحة وأضحى مبارك للجميع. جاي نعيد هنا وروح إن شاء الله ورا أسبوع. حياة حلوة، أنتم تستاهلون، أنتم حلوين زي الولا وطيبين، في أجواء أكثر من اللازم كمان. الحمد لله في تسوق، في كل شيء تمام الحمد لله. نعاد على لبنان وعلى كل الأمة العربية بالخير والبركة يا رب، وبالسلام والاطمئنان، هذا اللي بنتمناه بإذن الله يا رب. ينعاد عليكم. يعني هذا أجواء العيد، ومعكم كمان بتكمل الفرحة بالمهرجان يلي بتنظموه. ما نضحي ببعض، منضحي لبعض. كتير حلو الشعار يلي اخترتوه السنة. الجمعية كل سنة بتطلع بحملة على مناسبة الأضحى، والسنة كانت الحملة ما منضحي ببعض منضحي لبعض. الهدف منا أنه نحن نسجل موقف أنه نحن نرفض كل أشكال العنف والهتك لكرامة الإنسان، وأنه نحن بدنا نعيش مع بعض، بدنا نكون مواطنين، نحب بعض، نتعاون مع بعض، نضحي شوي ببعض الأمور لحتى نقدر نمشي هالبلد. بس تحت هالشعار الرسمي خلينا نقول في أشياء كتير حلوة وخاصة بالعيد طبعاً. نشاطات خصوصي للأطفال سريعا خلينا نذكرها. عنا طبعا مهرجان الأضحى، يعني نحن ثالث سنة من نظمه بأسواق بيروت
طبعا بمساعده سوليدار واسواق بيروت، وطبعا عندنا كثير سبونسرز. ان شاء الله يعني حيكون لثلاث ايام، سبت واحد واثنين، اليوم نبلش ان شاء الله، من كل يوم من الاربعاء للتسعه المساء. في عندنا كثير اشياء بالمهرجان، منا عروض حيه على المسرح مع مينو ستوديو جلوتو برو، عندنا كرافت زون يلي بيزينوا فيها الاولاد وبيعملوا فيس بينتينج، فيس بينتينج، في عندنا انفليتبلز، عندنا كيرمس جيمز، اركيدز، عندنا حتى مسرح، حتى عندنا ستريت بيرفورمنس، يعني في ناس عم تعمل اشياء بقلب الشوارع، السوق عم تمشي عم بتزيدوا يعني سنه عن سنه العاب اضافيه وافكار نشاطات زياده للاولاد. طبعا نحن بنحب دائما نطلع بشيء جديد، ونحن عم نحاول نستقطب العائله. يعني السنه قدرنا نرفع العمر بالمهرجان ل 15 سنه، انه في عندنا اشياء بتستقطب هيدا العمر. يعني طيب دائما بنقول رغم الاوضاع ومع كل الصعوبات اللي عم نمرق فيها، بس كمهرجان عم بيستقطب عدد كبير من الحمد لله، يعني عم نحقق كل سنه، يعني الحمد لله عم نكون بين 5000 و 5500 شخص بيجوا من كل، الحمد لله نحن بنعمله بالسوق لحتى نستقطب كل اللبنانيه. هيدا العيد نحن بندعي كل الناس تيجي تشاركنا بفرحه العيد وتنبسط معنا، والمكان كثير عم بيساعدنا لانه مجهز تقريبا، لا لانه هو نقطه جامعه على اللبنانيه كلها، سبحان وسط الله. بيروت يعني اسمه الوسط بالنهايه، بده يجذب الكل. كمان في مسرح خاص للاطفال، نشاط ميني ستوديو، هن رح يقدموا عروض، رح يقدموا عروض بصوره يوميه. طبعا كل يوم عندنا ثلاث عروض لميني ستوديو وعرض لجلو تو جرو. وطبعا عندنا كمان نحن الجمعيه عامله مسرحيه للاطفال ب 7 و 8 تشرين الاول على مسرح قصر اليونسكو، بس حنعرض لقطات من هالمسرحيه كمان على المسرح بالاسواق. يعني نشاطات العيد مكفيه لبعد العيد. طبعا نحن الحمله كثير فيها فعاليات، هيدول اللي خاصه هلا بالاطفال. يعني عندنا كمان كان في معمول من القلب، ستات من البيوت عملوا معمول ووزعوه. كمان طبعا الاضاحي، و انشطتنا يعني نحن دائما بتكون متنوعه، بنحاول نتوجه لكل، الدخول مجاني للاضحى للمهرجان، ولكن الالعاب عليها بعض رسم معين. اي رسم معين. نعم. شكرا لك. فاذا الست مها نعمان الحلبي مسؤوله قسم النشاطات بجمعيه الارشاد والاصلاح، نرجع من عيدك من عيد اعضاء الجمعيه، يعطيكم الف عافيه قبل كل سنه. تسلمي، الله يخليك، كل سنه بخير. شكرا على استضافتك. يا اهلا. بريك، نرجع نتابع اخبار صباح، ضلكم معنا. منتابع حلقتنا. العيد منه بس فرحة أولاد، بل هو مناسبة بتحتفل فيها كل العائلة من الكبير للصغير، والكل بيلتقوا لأحياء العادات. للعيد بالعاصمة بيروت نكهة خاصة مع كبار السن، يلي خبرونا بهالتقرير عن العادات والتقاليد يلي نشأوا عليها، لما تبقى مجرد ذكرى بل تصير محطة منعيشها ومنكبر عليها. تقرير. رزق الله على هيديك الأيام، بهالعبارة بيردد كبار السن حكايات الأعياد الماضية بتفاصيلها، ولما بيدور الحديث عن تحضيرات ليلة العيد ومقارنتها بالأيام الحالية بتعود الصورة، الذكرى والحنين للأيام الخوالي ببساطتها، عفويتها وبركتها. كانت تنزلنا أمي كل عيد على السوق وتشتري لنا من سوق صرصور. إيه عرفتي سوق صرصور هنيك. كل عيد بينزل على سوق العزارية تحت، كان قديم يعني يشتري صباط بخمس ليرات، كاسات بربع ليرة، بنطلون بليرتين. وين تياب الزيدة؟ كان نجيب يعني نحطهم تحت راسنا تحت نام عليهم المكوين، ما كان في مكوية. أجمل شيء العيدية تياب الجديدة. ربع ليرة يعطونا، ربع يعطونا نص ليرة، ننبسط ونخرخش فيها نخرخش وننبسط. يعني نكتر شي 15 ليرة بس، شو اخر نهار امي تقدم منا، والله العظيم نروح نشم الهواء، نقعد بكافيتيريا بقهوة بمطعم، يجوا خمسة ستة، يجوا يعيدوا أربعة خمسة، تلاقيهم مع بعض. بكرة العيد ومن العيد نكسر الجيد سعيد، بكرة 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 العيد ومن عيد ومن عيد ومن عيد.
عالصبابيط يلا على الالعاب الحلوه قرب على الترمس طعمة العيد ما بتحلى إلا بحلوياته وريحة كعك العيد اللي كانت تطلع من كل بيت تبخرت مع مرارة هالأيام والظروف الاقتصادية القاسية معمول وراس التمر وصفوف ونحضرهم قبل بيومين ونحضر الشوكولاتة كان نعمل بالبيت وخبزوه بالفرن كان أيام حلوة كتير ونقوم على بكرة نعيط ونصيط ونتروع ونلبس ثيابنا ونروح على الحرش نركب على الطنبر من هون بيتي هون يعني نركب على طريق جديدة على الحرش نعمل مراجيح ما مراجيح ونيجي أكثر شيء كنا نبسط على السينما بأيامنا كانت السينما شيء مميز يعني أنا روح على السينما أضل مع جير فريند كتير كان ممتاز أنا ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب يا ريت بترجع هذيك الايام اللي بعد ترجع هذيك الايام ما بقى ترجع بعد ترجع الحمد لله انا زهره وانا عندي فكره قولي قولي ولك يا زهره يلا نزور الدكاكين ونغني للبياعين يلا نزور الدكاكين ونغني للبياعين راح نحمل خشبي وزمور الحارة كنلف ندور ستي وجدي رح منزور ورد منقطف لون وزهور صباطي لونه أحمر الليلة معه رح أسهر أقعد بالفرش وانطر بكرة 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 العيد ومن عيد ومن عيد ومن عيد احلق شعرك يا ولد احلق شعرك واستقبل العيد كم خبر ثقافي هيك بما انه مواعيدهم كثير قريبه عمل مسرحي خاص بالاطفال بعنوان بيبا بيج اند جورج وكل يلي بيعندهم اولاد يمكن اكيد بيعرفوا هالبرنامج اللي بنعرض على المحطات الخاصه بالاولاد بالاضافه لهالعمل رح بيكون في كمان نشاطات خاصه بالاطفال مثل الرسم جوجون فلاب الفيس بينتينج وغيرها الموعد الاحد بكره الساعه 5 بعد الظهر بجعيتا كونتري كلوب عم نشوف مشاهد من بعض المهرجانات السابقه يلي نظمتها جعيتا كونتري كلوب رح انتقل الى خبر ثاني رح يشهد شارع الاورجواي ليله الاحد بكره تظاهرة فنية من تنظيم مؤسسة بلار تحت عنوان Back to Basics وبتجمع خلالها أربع محطات فنية مع فنانين وفرق لبنانيين البداية مع ساند مون فرقة رح تسمعنا موسيقى البوب المحطة الثانية مع البلوز والروك والفنان شادي ناشف من بعده الفنانة اللبنانية المكسيكية بولي والمحطة الأخيرة رح بتكون مع فرقة مين توني وفؤاد يمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك أوتيل ريفيرا بيقدم أمسية موسيقية مع الفنان إلهام المدفعي وفرقته هذا حلو الخبر الليلة سبت الساعة 4 الليلة سبت 4 تشرين الأول الساعة 10 المساء بنسمع من إلهام المدفعي عندنا الفرح هذيك الصواني شمو خبر اخير كرافت بير فاستيفال يلي بلش امبارح وبتابع اليوم وبكره مع فرق وفنانين اليوم رح يستقبل المهرجان جوي فياض ميشيل ونويل كسرواني ومعهم كريم خنايسر وبكره الاحد فرقه جميت ذا باند ورح بيكونوا بالباتون يلي عم نسمعهم هلا ميشيل ونويل كسرواني هيك بنكون وصلنا لختام اخبارنا الثقافيه لو مرقناها بشكل سريع بختام الحلقه وبننتقل لعند رولا كلام بيروت لنعرف الملفات صباح الخير لابسه فستان على العيد فستان العيد صباح الخير بونجور كيفك لبقلك
ميرسي. بدي بلش من محل ما خلصت. صار في بانيك بالبرلمان. ايه مزبوط. البانيك بالبرلمان هي عنوان الابرز اليوم بالحلقه مع ضيفتي دكتور مي شدياء. بعدنا ناطرينها رئيسه مؤسسه الام سي اف معهد الاعلام. ناطرينها لنحكي عن هالبانيك، عن موضوع الوضع الحكومي، الوضع الامني بضوء التطورات الميدانيه اليوميه بعرسال. من معاني عيد الأضحى، لبنان يضحي أم يضحى به؟ يعني مجموعة من هيك المحاور رح نناقشها مع الدكتور شدياء بس توصل. لكن التفاصيل من بعد موجز أخبار الساعة 9. بنتمنى لكم حلقة موفقة رولا. أكيد مع الدكتور شدياء رح بتكون أصلا حلقة حلوة. نحن صار وقت نختم حلقتنا لليوم، نرجع مرة جديدة نتوجه بالمعايدة لكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ينعاد عليكم بكرة حلقة جديدة كمان من أجواء العيد. تابعونا على 7:30. باي.